السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برج الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. في متابعين قناة اسرار العالم الروحاني، هي استخارات جديدة احبابي في الله، ففضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات كما تعودنا. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الصورة لمواليد برج الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التوبة. اللهم تب علينا جميعا يا حي يا قيوم من كل معصية، اللهم إني أسألك أن تغفر لنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. برد الحوت، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك هنا أرى في بشرة، بشرة خير. البشرة دي بعد أيام، يعني عندك بشرة خير بعد أيام، ممكن سفر غير متوقع، وفي صلح، عندك صلح مع حد حصل ما بينك وما بينه مشاكل، لأن أرى فيه عتاب ورد حق وصلح. يعني حصل ما بينك وما بين حد مشاكل، راح حقك يردع وراح يكون في صلح بإذن الله تعالى. بس هنا في امرأة بتكرهك، والمرأة دي سحراك، عاملة لك سحر. عندك سحر، بس أنت هتصطدم لما تعرفها. ومنكم عارفها على فكرة، منكم عارفها الست دي، مش بغريبة ليك، ده قريبة منك، قريبة منك، وعارفة كل أسرارك وعارفة كل حاجة عنك. بس احذر، احذر منها. أرى في هنا برضو شيء هيحصل لك، يعني أنت هتكون مفاجئ، لأن أرى في هجية أو مكافأة، يعني هتغير في حاجات كتيرة تغيرها من حياتك. بس عندك مضغوط هنا عاطفي، مضغوط ما بين شخصين، عندك ضغط ما بين شخصين، ولازم تختار كويس، اختار كويس. ارى هنا برضو منكم البعض هنا في ترسيم علاقة او قرار زواج، وفي دعم من يد غريبة، في حد غريب هيدعمك. وللمنفصلين هنا خلي بالك، الشريك يعيش اقصى حالات الندم، ارى ندمان، حزين، مخنوق، متضايق، مش عارف ياخذ قرار، يعيش حالات الندم على فراقك على فكرة. بس عندك بداية جديدة وأمل عاطفي جديد، وفي مواقف يعني حدث كثيرة قدامك حلوة. ورا هنا منكم عنده مبلغ مال دايله بعد أيام، بعد ثلاث نقط، ثلاث نقط قدامك، ثلاث نقط ودايلك مبلغ مالي. وهنا برضو البعض هنا أراك يعني بتجهز لارتباط، حد قريبك هيرتبط، أختك، أخوك، أختك، أخوكي، حد منكم هيرتبط قريبا، أنت في ارتباط في أرض بيتك، عندك ارتباط قريب في أرض بيتك. بس مالك كده الفترة دي؟ أراك يعني الفترة دي في زعل دواك مخليك ساكت، لا تعاتب حد ولا بتلوم حد ولا بتهتم بأي حاجة، يعني عايش ببركة ربنا. أرى أن عليك كمية ضغوطات رهيبة، عندك كمية ضغوطات، وحتى في نومك غير مستقر، ممكن يكمل يعني ممكن عندك تفكير 24 ساعه عمال تفكر، في تفكير عندك كتير في دماغك، دماغك شغاله بدون انقطاع. ليش يعني؟ بس خلي بالك، العين والحسد عليك بشكل رهيب، العين والحسد عليك، العين والحسد عليك شديد. بس هنا يعني العين والحسد دول عليك شديده قوي، لانك يعني انسان بسيط ومرح ونظيف من دواق، يعني وطموح طيب جدا، يعني عمرك ما تنام وشايل في قلبك غل او حقد لحد، بتقاوم وعارف ان ربنا بس اللي معاك، مش هيسيبك، ويفتح لك كل الابواب الخير، ويفتح لك ابواب السعادة، لان عندك طاقة المال قوية، طاقة المال قوية، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز انت كنت محتاجه يعني انت محتاج هاي المبلغ، انت محتاج المبلغ ده، هاي تدبر وهتلاقيه دايلك من حيث لا تحتسب ان شاء الله. عندك انت حاجه بتفكر فيها، لان في امنيه او انجاز، يعني انا في امنيه راح تتحقق قدامك، اراك يعني في انجاز، تحقق انجازات او انجاز يعني هنا قدامي بالعمل، يخص العمل، في حاجه حلوه قوي هتحصل معاك قريبه، يعني انت منتظرها بفارغ الصبر، الحاجه دي انت منتظرها بفارغ الصبر، يعني راح تخردك من الزعل ده كله، راح تخردك من الزعل، من النكد، من الضيق، من التعب. الدنيا بتضحك ليك مرة ثانية، اعرف ان الدنيا بتضحك ليك مرة ثانية، هناك شخص بيحبك قوي،
في حد بيحبك قوي لكنه راه بعيد عنك، الشخص ده بعيد عنك يعني مش عارف يقرب منك ازاي، يعني بيحاول يعني تدور عليه ان هو بيحاول يقرب منك، لان ان شاء الله في حياة جديدة قريبة منك بتبدأها اولها صعب لكن فيها خير كبير ليك. عين بصلك في حياتك وبتحسدك، العين دي بتحسدك على كل حالة حتى ضحكتك، لكن ما تخافش ربنا معاك، ربنا معاك. أراك هنا برضو بتستعد لسفر، عندك سفر أو لقاء لأحباب وهتقضي وقت ممتع، أراك هتقضي وقت ممتع بإذن الله. ديالك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد التعب اللي حصل معاك، لأن تعبت كتير ويئست كتير وحصل معاك تعب كتير. أبشر بإذن الله تعالى، أرى أنك أنت يعني بعد تعب كتير سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله، لأنك ظلمت، اتخذلت، اتكسر قلبك، حزين، بتقول إمتى يا رب آخذ حقي؟ إن شاء الله، كل شيء ممكن يتغير، سيتغير في اللحظة لصالحك، لأن ربك أو يريد ذلك، فلا تقول مستحيل، فلا تقولش مستحيل ولا كيفية يعني ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله. أرى برضو في ندم أحد الأشخاص اللي ظلموك واستغلوك، هم ظلموك واستغلوك، عندهم ندم كبير، ندمانين. بعد فوات الأوان قر عينك، حقك راجع وستفادى بإذن الله تعالى، عندك عوض من ربنا بإذن الله، في عوض في مبلغ مال محترم كويس، نقول يعني ممكن تكون مكافأة، أرى ممكن يعني تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين، يعني ممكن تكون عضح الدين. القراءة دي عامة أحبابي في الله، رجال ونساء، القراءة عامة أخواتنا في الله، بس انتبه يعني هنا أرى فيك في صلح، يعني في قاعدة الصلح، يعني في مشاكل صايرة وبتصالح ناس أو أنت بتصالحه، إن شاء الله فيها خير. بس احذر من الناس دي اللي حسداك، الناس اللي بتراقبك، الناس اللي عايزة توقعك في مشكلة، الناس اللي عايزة تأذيك، الناس الطماعة، الناس اللي ما بتحمدش ربنا أبدا، الناس دي عارفة أسرارك، عارفة عنك كل حاجة، حابة تأذيك، حابة تكسر عينك، حابة تأخذ منك الضحكة أو الابتسامة اللي ما حلتكش غيرها. يعني شايف عندك هنا طاقتك، شايف انها يعني عندك تغير، بس انت متجاهل، يعني اراك متجاهل، مش عارف يعني تاخد قرار، يعني ساكت، حاسس انك طاقتك تعبانة، عندك طاقة سلبية، حاسس ان انت عندك طاقة سلبية، عندك يعني تعب مضايقك، خانقك، محتار. الباب اللي اتقفل في وشك، قفل في وشك دي سنين الباب ده، لكن خلاص يعني هيتفتح، ربك هيبدله بباب من الرزق، لانك انت محتاج الرزق، من باب من الرزق والبركة والستر بإذن الله تعالى. وعندك برضو هنا في تغير من مكان، منزل او تجديد منزل او بتجدد منزلك، لما هتغير من المنزل اللي انت فيه او هتجدده، هيسعدك قلبك بإذن الله تعالى، لأن قلبك طيب، قلبك طيب وتحب الخير للناس كلها، بتحب الخير. بس احذر، يعني احذر من هذا العين الخبيث الحاقد الحاسد، يعني اللي عندي عرقلت مسار حياتك كتير وما زادك اليوم، يعني بقالها معاك سنوات والست دي بتراقبك حسودي، يعني الشخص ده اللي بيراقبك قريب منك حاسد وحاقد، يكرهك، أصابك العين بدل المرة كذا مرة، هو بجنبك يعني او هي بجنبك، ولكنها يعني تشعر بالنقص، يشعروا انك يعني معاك اللي هم مش معاه، او انك تمتلك ما لا يستطيع ان يملكوه. العين بس مسيطر عليك، تعباك حتى في الحركة، في العمل، في الراحة، في الحب، دايما تشعر بالكسل، بالخمول، وعدم الراحة، سواء في النوم او في فعل اي شيء، او حتى في الشغل تعبان، همدان، كسلان، وعملك برضو شوية تعطيل، يعني عملك شوية تعطيل حتى في يعني في حياتك وفي صحتك، تشعر بالألم في الراس، في المفاصل، في الرقبة، دوخة، تعب في الرجلين. إن شاء الله راح تخلص منها هي العين بإذن الله تعالى، هتخلص منها بقدرة الله تعالى. هنا دايلك حد شايفه هيقسمك، الحد ده هيقسمك في همك قبل فرحك، سند حقيقي هيرسم معاك هدفك، هدية من القدر.
يعني فيه ملامحك، فيه من ملامحك كثيرة، هيهزم معك الصعب، هيكون سبب سعدك، جاي لك بعد خطوتين بإذن الله، خطوتين مكتوبين ومحسوبين. فما تستعجلش، ما تستعجلش، رزقك دايلك، رزقك دايلك، بس ادعي ربك يعوض صبرك ويكون من نصيبك، ادعي ربك. بس خذ حذرك، واديني بقولها لك، من الحسد، لانك محسود عين شديده. هناك من يكرهك، من يكرهك ويراقبك وينتظر سقوطك ويتمنى زوال نعمه الله عنك، ذلك الصداع بالراس وبالالم وبعض الالم العظام، يعني هذا من العين، بس هم لا يعرفون ان هناك ربا يمهل ولا يهمل. بس لا تخف، لا تخف، هناك ربك يحميك ويتولى جميع امورك ولن يشمت فيك احد، لانك انسان طيب، انسان طيب، بتاكل لقمتك بالحلال، ما بتحبش تاذي حد، ما بتحبش تكسر حد، ما بتحبش تظلم حد، ما بتحبش تاخد حاجه مش بتاعتك، ما بتحبش تاذي الناس، ديالك فرحه حلوه جدا. يعني راك هنا ناوي على سفر، على طريق السفر قدامي، انت ناوي على سفر، بس يعني نفسيتك اراها برضه متدمره، نفسيتك بتدمر قوي، بس بتعافر وبتطلع، اراك برضه بتعافر وبتطلع وبطالع من الحسد باذن الله تعالى. هو الحسد مسيطر عليك شديد، بس طالع من الحسد، طالع منه، يعني بتحاول تعالج نفسك، بتحاول تعالج نفسك وتطلع من الحسد ده، لان انت بتدعي ربنا وبتصلي وفي حد كبير عندك بيدعي لك، عمال يدعي لك، بس هو تعبان، والدك، والدك، حد يعني قريب لك تعبان، عنده ألم في الرجلين، عنده السكر، عنده شوية تعب، إن شاء الله ربنا يشفيه. عندك أوراق في المحاكم؟ في عندك أوراق في المحاكم بتخلصها؟ لأن أوراق في المحاكم بتخلص أوراق، أو حد مسجون قريبك، قريب ليك، أو أنت عليك حكم أو أوراق بالمحاكم، إن شاء الله راح تخلص على خير بإذن الله تعالى. عندك خلوص أوراق بالمحاكم بإذن الله تعالى راح تخلص على خير. خلي بالك من الناس الحاسدة، الناس اللي بتكرهك، وليست كل اللي في قلبك يكون على لسانك. أنت ممكن تتكلم مع الناس ببساطة لأنهم زي أصدقائك أو أحبابك، لكن أنت مش عالم إيه اللي في قلبهم. ممكن انت تبتسم او تكون فرحان بهدية او تكون فرحان بمبلغ مال ادالك او اشتريت سيارة او اشتريت حاجة، بتكون فرحان وبتبشر وبتقول لاصحابك، بس مش عارف ايه اللي في قلبهم، مش بيتمنوا لك، ممكن هم في قلبهم كده، طب انت احسن منهم فيه عشان دي بالسيارة او اشتريت منزل او ايه او ايه، او سويت او خرجت او اتفسحت او انت مبسوط، هم زعلان، فمش بيتمنوا لك الخير. فمن هنا يخرج شيطان العين، شيطان الحسد، اليك يدمر مسار حياتك، يتعبك، تلاقي نفسك دايما همدان، دايما تعبان، دايما عندك كسول، دايما عندك خمول، مش طايق تتكلم مع حد، حابب العزلة، حابب تكون قاعد مع نفسك، مش حابب تتكلم مع الناس، فهذا من الحسد، فهذا من الحسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم جميعا من كل داء يؤذيكم. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وجميع الإعلانات منزلها لكم داخل القناة من قبل، واللي حابب يتواصل معانا إن شاء الله في علاج السحر وعلاج المس وعلاج التعطيل وعلاج التابعة، الرقم أمامكم أحبابي في الله، اللي حابب يتواصل معانا يشرفنا على الواتس أو الإيمو أو الإنستجرام، وإن شاء الله ترد عليها المديرة، وإن شاء الله نكون في حسن ظنه، وأكثر من قراءة سورة التوبة بنية فتح الأبواب المغلقة، إن شاء الله ربي يفتح لك جميع الأبواب المغلقة بإذن الله تعالى، أبواب الخير، أبواب السعادة، أبواب الحظ، آمين يا رب العالمين. وسمعونا الصلاة على الحبيب المصطفى في التعليم.